في جوائز جوي السنة إبراهيم الحجاج أخذ جائزة أفضل ممثل عن دور ريان في من هو ولدنا اللي عرض رمضان الماضي، والسنة إبراهيم مستمر في إبهار الجمهور، ومن هو ولدنا الجزء الثاني مكسر الدنيا مثل الأول وزيادة، وعامل تفاعل كبير جدا بين الناس في هذا الموسم الرمضاني. المسلسل بتدور قصة حول شابين صار في خطأ وقت الولادة وتبدلوا، اللي أهله أغنية راح للأم الفقيرة والعكس صحيح، ومن بعدها رجع ريان بعد 30 سنة وتعرف على أهله الحقيقيين وتغيرت أحواله من الفقر إلى الغنى. وفي الجزء الثاني بندر اللي هو فايز بن جريس بيساعد ريان اللي هو إبراهيم في إدارة الشركة، لكن استهتار الأخير وعدم مسؤوليته بيخلي الموضوع صعب وبيشتد الصراع. مو عيب اننا نضيح، عيب اننا نبقى. يلا يا ولد نزل الشنطه ويا يلا انزل غلاص. بس انا ولد يونس كشف خيانه هلال لنا. نعم تكلم سماهر بالانجليزي قال لي ار يو امريكا؟ قلت له نو سعودي. في واحد برا يقول الله عمك، روح قول له، يقول لك ريان فجيري انا عمك، انا عمه وتاج راس العقل. روح يوم الثلاثاء بكره الاربعاء ان شاء الله عليك صدق ريان. دائما احب ان ازرع البسمه امام الكاميرا، معروف انا بعفويتي. المسلسل مثل ما قلت من أولى حلقات مكسر الدنيا، والناس عبروا عن حبهم وأشادوا بأداء إبراهيم لدور ريان. مثل ما شفتوا كثار في التغريدات خلاص من أول كم يوم حاسمين قراره ومشايفين إبراهيم الحجاج الأفضل في الموسم الرمضاني وعاجبهم المسلسل جدا. وهنا لازم نقول أن الفترة الماضية كانت فترة انتعاشة لإبراهيم، بدءا من جائزة جوي اللي تكلمنا عنها إلى فيلم سطار اللي حقق نجاح كبير، والآن أصداء من هو ولدنا اثنين واللي معظمها إشادات وثناء عليه. خلي ينضم إلينا من الخبر النجم إبراهيم الحجاج. أهلا فيك معنا يا إبراهيم، وكل عام وانت بألف خير يا رب. السلام عليكم سارة دندراوي، يعطيك العافية، شكرا على الاستضافة. أنا ما عندي طاولة هنا أحط عليها يدي، بس أني بقص يدي كذا. إيه أعمل حركات، أحط يدي على الطاولة. حسيتك إبراهيم كأنك ما أنت مصدق المقدمة اللي قلناها عنك. صراحة أخجلتي تواضعي، قلتي أشياء كثير صح، أشياء كثير كلها صحيحة أنا الله. طب بس أسمع صراحة، يعطيك العافية وشكرا إبراهيم. خليني أبتدي معاك، أصلا أنا يعني من أول بدي أقول لك إياها، لازم أعتذر لك في العلن. أنا صراحة لما أنت تتذكر وقت لما ترشحت لجائزة جوي قلت لك ما في أمل تفوز. الجرح لسه موجود، أوكي قلت لك ما في أمل تفوز، لأنه الأسماء اللي كانت معاك كمان قوية جدا يعني الصراحة، فقلت لك ما في أمل تفوز، بعدين ما شاء الله عليك فزت، فأنا أعتذر صراحة يعني، ومبروك الجائزة. جميل، يعطيك العافية. أولا شكرا لكل اللي كانوا منافسيني في جائزة جوي، والبركة في الجميع. مبسوط أني فزت بفضل الله ثم الناس ثم الفريق عمل من ولدنا العظيم. شكرا سارة أنك اعتذرتي قدام الناس، والآن نستودعكم والله نشوفكم. قال خلاص كده كفاية. أسمع بس أنت، خليني أحط لك الصورة بالله حقت الجائزة لما نمت مع وحطيتها جنبك يعني في السرير. حطيتيها؟ يلا دحين حنطلعها ونحط لك هي. طبعا انت بتقلد فيها حركة ميسي يعني، من قد ما انت مصدق انك انت فزت بالجائزة يعني، حتى انت كمان كنت شاكك يا إبراهيم. يعني هو ميسي زميل وممكن تخاطر الأفكار بيني وبينها. ايه طبعا نفس الفكرة. اوكي طيب، هنيئا اللي فاز فيه. هنيئا له، هنيئا لك. بس من هو ولدنا يعني الجزء الأول ما كان مخطط أنه يكون في جزء ثاني صح؟ بس مع النجاح قررتوا أنكم تعملوا جزء ثاني. والله الحمد لله، يعني كان في حوارات أثناء عرض الجزء الأول مع الكاتب والمنتج والمشرف العام أن إحنا نبدأ نرتب جزء ثاني، والحمد لله هذا بفضل الله ثم فضل الناس. جدا
جدا سعيد ان احنا جالسين نعيش هذا العمل العظيم. مبسوط فيه بكل افراده، احس اني بين عائلتي والحمد لله. ان شاء الله الجاي اجمل واجمل، والاحداث توها قاعد تسخن في العمل، وان شاء الله انها تنحرق. أيه. مو تنحرق، انها تصير واو ساخنه. فهمتي شو اللي تنحرق؟ اوكي طيب، لانه صراحه إن احنا في الجزء الاول قلنا يعني كيف حيعملوا جزء ثاني، اللي رحتوا انتوا قلبتوا الامور كلها وطلعتوا انه لا ممكن تكون في قصه ثانيه. هل نتوقع جزء ثالث؟ يا رب والله، بالعكس. من جدك؟ يعني وين حتروحوا الجزء الثالث؟ أرجع أصير غني. ما أدري والله. هذا كله عند كاتبنا العظيم أستاذ سامي فليح، أستاذ خلف الحربي، وأيضاً أستاذ عماد العنزي، وأستاذ منير الزعبي المخرج. يعني إن شاء الله، ما أعرف الحين، نخلي الجزء الثاني نعرض إن شاء الله ونشوف كيف قفلته، والله يكتب الخير يا رب. إيه بس أنت متابع ردود الأفعال يعني؟ اي والله، انها مثلجه للصدر، ويا رب اكون قد هالمسؤوليه، وان شاء الله دائما يكون تحسن الظن. والله مشاعري يعني ماني بعرف اعبرها، سعيد بكل شخص جالس يكتب تغريده جميله. سعيد بكل رده فعل جميل. في مره فراشه وانا اسولف، من جمال الكلام والطاقه الايجابيه، او انها ناموس انا ما ركزت، ما ادري. بس ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. ابراهيم، انا عندي في مشهد في المسلسل اروع مشهد هذا بالنسبه لي، خليني احط لك هو على هو في اسمك صح. فهمني. خلينا لحظة يا ممدوح، لحظة من فضلك. مستر ريان، في مشهورة من مشاهير السوشيال ميديا تبي تقابلك وتعمل معك لقاء وتتكلم عن قصتك. يا ليت القصة، خلاص قصتي قلتها لكل الناس. فاضي انتوا، اي احد يجي يقول لكم بسوي مقابلة تدخلونه؟ جاكم احد كبير، تركي العجمة، بتال قوسرة، دندراوي، داود الشريان، دخلوهم. جبت لي واحد حق السوشيال ميديا، ايش اسوي فيها؟ طبعا انت قصدك كبير قدرا وقيمه. اي طبعا، انا والله صراحه كان مكتوب في النص، انا مجبور اني التزم فيه، ولا ما كان ودي اقول اسمك مكتوب. يعني مهما علينا يا ساره، وانت اعظم مذيعه، وكلنا نحبك ترى يا ساره. الله يخليك، تسلم. انت منحاز لي لانه احنا اصدقاء، فبتقول هذا الكلام من باب الصداقه. طبعا طبخ طباختكم ادمان ترى. طب قول طبخك يا سارة، فضحتني. طب خلاص إبراهيم، عاد لا تتكلم. أنا ما أحب أكذب. أوكي. في الإعلام خلاص. طيب انفضحنا. طيب إبراهيم، بدي أكلمك كمان مو بس عن هذه الأشياء، بدي أكلمك عن سطار، تجربة سطار. يعني أنت ممكن أنا عاصرت معاك قبل نزول سطار، كيف كانت عندك مشاعر خوف وترقب والكلام هذا كله، ردة الفعل أو التعليقات حقت الناس كيف شفتها لما نزل الفيلم؟ والله جدا يعني سعيد ان الحمد لله الى اليوم في رمضان الفيلم لسه موجود في قاعات السينما في جميع انحاء المملكه وايضا في دول الخليج. جدا سعيد ان الفيلم لسه جالسين نعرضه، لسه الى الان عليه اقبال جميل. الحمد لله احنا اليوم المركز الثالث في تاريخ الافلام السعوديه والعالميه والمحليه في ترتيب الادمشنز. سطار نقله نوعيه لي كابراهيم شخصيا، هذا اول فيلم طويل لي، اول فيلم شباك تذاكر. شكرا شميسي فيلمز، ابراهيم خير الله، عبد الله العراك، النجوم اللي في الفيلم، على تلفاز 11 شكرا. سطار فيلم قريب لقلبي، وجميل انه يعني الان من ولدنا جالسين نعرض، وفي السينما ايضا سطار موجود. ما عندي مشاعر والله تشرح وش ودي، بس ان شاء انا عندي امنيه ان احنا نسوي جزء ثاني من هالعمل ان شاء الله. من سطار. طب بس انت اشتغلت كثير على موضوع الملاكمه، انت اصلا تحب الملاكمه اصلا؟ اي مصارعه، هي مصارعه حره. اي مصارعه، عفوا. تعرف انا ما افرق، كله بالنسبه لي ضرب. اي كله هذا ضرب، ايش هذا؟ لا تتمسخر على اللهجه. شهرين انا جلست اتمرن، شهر ونص تقريبا مع اس بي دبليو، منظمه سعوديه مهتمه بالمصارعه. عذبتهم اول اسبوع، لان انا اسوي الحركه واحس اني انا سويتها بسرعه، بس يبدو لي هم انا قاعد اسويها سلو موشن. الشباب كانوا يقولوا لي تراك شوي بطيء. ايوه. ما ادري، مع انه في مخي وفي السرعه. ايه في مخك انت كنت رهيب. اوف طلقه. بس ان شاء الله يعني. ان شاء الله ان احنا قدمنا مصارعه مشرف. واستمريت بعدها إبراهيم، ولا خلاص رجعت لأسلوب حياتك القديم اللي لا يتضمن أي نوع من أنواع الرياضة؟ إلا ألعب بلايستيشن شوي يعني. كلمت الشباب في سبي دبليو، قالوا لي لا يعني ما أدري ليه.
قالوا لك ما لك امل؟ ما ادري ايش فيهم، ما يردون يسار. والله معاهم حق صراحه، يعني افهمهم انا. طيب الفتره يعني احنا بنقول الحين ما شاء الله 2023 سنتك ما شاء الله، ايش مخبي لنا في الفتره الجايه؟ والله يا رب، يعني يا رب انها من جد تكون يعني سنه خير علينا جميعا. في مشروع فيلم جالس ينطبخ على البطيء، ويا رب ان شاء الله نرى النور نهايه السنه. مختلف حيكون؟ تقدر تعطينا اي تفاصيل عنه؟ يعني ان شاء الله انه يكون شيء رهيب، يعني ما اقدر اصرح صراحه، بس ان شاء الله انه يكون شيء يليق بالناس ويليق بالمجتمع. رومانسي حيكون يا ابراهيم؟ لا لا ابدا ابدا، ما لي فيها ضحك بس. بس ده. طب زي بدي اقول لك حاجه، متى حنشوفك عريس ان شاء الله؟ او حتصير عامل زي ريان مع فيروز في المسلسل في من هو ولدنا؟ والله قلتي موضوع حساس شوي. أوكي. الله يكتب الخير يا رب ان شاء الله، توني صغير انا، ان شاء الله اذا بعدين نتزوج يا رب. ليه يعني توك صغير؟ يعني كم تكتب تتزوج عمرك كم يعني؟ ايش بكرت لك صغار يا ساره؟ ايش الموضوع؟ المقابله هذه لو شوفوا شرعيه، وش السالفه ساره؟ شويك. اوه قصدك ايه؟ ان شاء الله يا رب دعواتك. ادعي لنا ان شاء الله، الله يلا يرزقنا الزواج قسمه نصيب. ايوه لا انت ارتبكت، بس احنا لانه احنا شايفينك بتعذب فيروز في المسلسل، فنبغى نشوف قد ايش الموضوع هذا قريب من شخصيتك الحقيقيه. لا لا هذا دار، هذا تمثيل، انا في الحقيقه رومانسي كفو نشمي كريم شاب يعني حلو وسيم، من الجهتين ابين وسيم من اليسار يعني. أيه. طيب ابراهيم انا مره بتمنى لك التوفيق دائما في كل شيء، انت تعرف انه يعني انت يعني صديق عزيز على قلبي يعني وموهوب جدا. الله يبارك فيك يا ساره، والله وانا اعزك وانت اخت عزيزه وغاليه. الله يخليك ابراهيم، انت من اول هالكنا على انه عندك موعد، عندك موعد تبي تخلص، ايش الموعد؟ والله عندي سحور جماعي. هذا كله عشان تروح تاكل يعني بس؟ استراحه طبعا، انا لان انا مسؤول للسمبوسه اليوم. خلاص يا ابراهيم خلاص، بجلس تعجل في مقابله وشغل عن اعمالك وكذا عشان تروح سحور، يعني ما اعرف ايش اقول بعد كذا. خلاص اوكي، سحور الشباب مهم، الشباب مهم. طيب هذه اولويات الشباب. شكرا لك يا ابراهيم. لا لسه بدري. الله يبارك فيك يا ساره، شكرا على الاستضافه. شكرا لك، كان معنا ابراهيم الحجاج، شكرا.